مضت 7 سنوات طويلة منذ آخر عملية إصلاح. هذه السنة وأخيراً أطلقت شركة فولكسفاجن الجيل الثاني من سيارات شيران. اشتهرت هذه السيارة منذ إطلاقها في عام 1905 في عام 1995، وباعت الشركة أكثر من 600,000 سيارة منها. ولكن هذه المرة تقول شركة فولكسفاجن إنها طورت الكثير من سيارة شيران. في الحقيقة كل جزء من السيارة ربما باستثناء حاجب الشمس قد تم تطويره. يعكس تصميم سيارة شيران الجديدة الصورة الجديدة لشركة فولكسفاجن. يظهر هيكل السيارة خطوطا واضحة وديناميكية مع تغييرات واضحة للعيان. على سبيل المثال إن الأبواب الخلفية الغريبة والمفصلية تفتح بكل سهولة، وهذه ميزة فيما يتعلق بالمواقف الضيقة، الأمر الذي يسمح للركاب بدخول السيارة والخروج منها بسهولة كبيرة. يتم دمج المصابيح الخلفية في سيارة فولكسفاجن في الباب الكبير كما تظهر قمرة القيادة المنظمة عناصر تصميم مختلفة أثبتت مكانتها في سيارتي تيغوان والطوارق. تم تجديد المقاعد بشكل كامل، لا سيما في الصفين الثاني والثالث. التنظيم المرن للمقاعد يضم 5 مقاعد فردية يمكن تحريكها منفصلة لتسهيل الوصول إلى الصف الثالث. إن تعديلاً بسيطاً يخلق سطح تحميل مسطحاً. وثمة الكثير من المساحة، إذ يبلغ حجم الحمولة 300 لتر حين تكون المقاعد 7 مرتفعة. إذا كان الصف الثالث الاختياري مطوياً يزيد حجم الحمولة ليصل إلى 1167 لتراً. يوفر طي الصف الثاني من المقاعد حجماً بسعة 2300 لتر من المساحة، فتنافس بذلك سيارة فان. إلا أن المفهوم الجديد لا يتعلق فقط بمساحة الحمولة. لقد جددت شركة فولكسفاجن الهيكل والمحركات. هذا النموذج أكثر فعالية من النموذج القديم بنسبة 21%، كما تم اختبار المحركات وتجربتها. محرك ديزل بسعة 2 و103 كيلووات، ومحركات بقوة 125 كيلووات. كذلك بالنسبة إلى محرك البنزين بسعة لتر فاصل .4. سيارة شيران تصدر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بزنة 143 جراما في الكيلومتر الواحد، الأمر الذي يجعلها الأولى في فئتها. في هذا النموذج من سيارة شيران يستخدم محرك الحقن المباشر بسعة لترين تقنية بلو موشن بقوة 140 حصانا. ينطلق محرك الديزل من سرعة 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في 10.9 ثواني. ووفقا للمصنع فإن استهلاكها للوقود يبلغ 5.5 لترات في كل 100 كيلومتر. أصبحت سيارة شيران فولكسفاجن الآن متوفرة لدى وكلائها في ألمانيا بسعر 28,875 يورو، في حين أن سعر نموذج الديزل بسعة لترين والذي اختبرناه يبلغ 34,675 يورو. عرضت شركة بيجو الجيل الجديد من سيارة بيجو 508 أس، وقد بدأ بيعها في أوروبا في عام 2011. تتوفر هذه السيارات كسيارات سيدان وسيارات ستيشن واغن. يبلغ طول سيارة سيدان 4 أمتار و79 سنتيمترا، أما ستيشن واغن فهي أطول بسنتيمترين. ووصلت سيارة بيجو 508 كسيارة هجينة بقوة حوالي 200 حصان. إن سيارة كاريرا جي تي أس تسد الثغرة بين سيارة كاريرا 911 أس وسيارة 911 جي تي 3،
تزيد سرعة سيارة بورش الجديدة ب 23 حصاناً عن سيارة كاريرا أس، وتقل ب 27 حصاناً عن سرعة سيارة جي تي 3. كان نموذج كوبيه متوفراً مع النموذج المكشوف منها، وبلغت كلفة سيارة جي تي أس كوبيه في ألمانيا 104,935 يورو. فيما تزداد زحمة السير يزداد حذر الناس لدى القيادة، وقد قدم مصنعو السيارات لهذه الغاية أنظمة إضافية لمساعدة السائق في زحمة السير، إلا أنه لم يتم بعد استعمالها على الطرقات. إن توفر التقنية الآمنة في السوق يستغرق حوالي 10 سنوات. على سبيل المثال، التحسن الملحوظ في الثمانينيات، وتليه القفزة النوعية التي حصلت في التسعينيات والتي أطلقت تكنولوجيا السلامة على الطريق. تقوم شركة مرسيدس بتحسين أنظمتها على الدوام على غرار أنظمة التحذير التي تجعل العجلات تهتز حين تنحرف السيارة عن مسارها متجاوزة الخط الأبيض. هذه الأنظمة ليست بجديدة، إلا أن المهندسين قاموا بخطوة إضافية. سيعمل النظام بفعالية للحفاظ على مسار السيارة، إنها ملاحظة مهمة لا يلحظها السائقون. إن أنظمة المساعدة للحفاظ على المسار لا تهز فحسب لتحذير السائقين بخروجهم عن المسار، إنما في الواقع هي تتدخل طوعاً لكي تحافظ على المسار إجمالاً، لمساعدة السائق غير الحذر في المحافظة على المسار. ذلك يشكل تحذيراً إضافياً ومساعدة للعودة إلى المسار. في الوضع الفعال لنظام الحفاظ على المسار، يميز جهاز استشعار الكاميرا الخطوط المنقطة من الخطوط الصلبة، وهي في الواقع تتدخل في الخطوط الصلبة، تلك التي لا يجدر بالسائقين عبورها. منذ الثمانينيات جعلت هندسة السيارات من السيارات أكثر أماناً. طوال سنوات لطالما كانت السلامة الكامنة هي الكلمة المطابقة لهذه الحالة. كانت الأنظمة مصممة خصيصاً للحد من مخاطر الحوادث. إلا أن الكاميرات العصرية وتكنولوجيا الرادار جعلت من أنظمة السلامة الفعالة خياراً ممكناً. بعد التمكن من احتساب محيط المكان من خلال زاوية 360 درجة، يمكن للأنظمة استشعار الحالات غير المستقرة ودعم السائق. هذا المحاكي مجهز بأنظمة مساعدة للسائق، يمكن أن يتم تحويلها إلى سيارات حقيقية في المستقبل القريب. والأهم هو أجهزة مراقبة المناطق العمياء التي تراقب السيارات الآتية من الخلف. هذا هو السيناريو الواقعي، إذ تدخل سيارة إلى المنطقة العمياء من الخلف، لا تتم ملاحظتها، فيحذر النظام السائق من خلال إشارات سمعية ومرئية على المرآة ولوحة أجهزة القياس، فلنفترض أن سائقنا استطاع التملص منها. يكشف النظام قرب المسافة من السيارة القادمة، ويتدخل للحفاظ على مسار السيارة، الأمر الذي يجنب الاصطدام من الجانب. إن المساعدة على كشف المنطقة العمياء هي إضافة إلى نظام التحذير الحالي. سيوفر النظام الفعال تدخلاً للفرامل من جانب واحد للتحذير من اصطدام وشيك حين يخرج السائق قليلاً عودة إلى مسارها الطبيعي. يستخدم النظام الكاميرا وتكنولوجيا الرادار لمراقبة محيط السيارة. كل من جرب سيارة قادمة باتجاهه على نحو غير متوقع سوف يتأكد فعلا من أهمية هذه المساعدة. إن تدخل الفرامل هذا يجنب الاصطدامات.
بإمكاننا أن نتوقع مزيداً من الحلول المبنية على استخدام الكاميرا في المستقبل. ستمنحنا أجهزة استشعار الرادار أنظمة إضافية لتجنب الحوادث والاصطدامات، وبواسطة أنظمة مساعدة أخرى تسهل التحكم بالسيارة والحفاظ على المسار، ستكون القيادة مريحة بشكل أكبر. سيستغرق الأمر بعضاً من الوقت لتتوفر كل تلك الحلول، إلا أن شركة مرسيدس قد وضعت أنظمة مساعدة السائق التي نراها هنا في سيارات مرسيدس CL. اعتاد عشاق سيارات سمارت على التلاقي سنوياً للاحتفال بأذواقهم الرفيعة، وللمرة الخامسة على التوالي كانت مدينة سيل أمزي في النمسا هي موقع الحدث، وبالتأكيد قاد الجميع سياراتهم السمارت للوصول إلى هناك. مرحبا، اسمي روي سيلفا، أتيت من البرتغال. أنا جيمس بالمر، أتيت من لندن المملكة المتحدة. اسمي نيل فيشر وأنا من دورتموند. اسمي ليندا وأنا من الدنمارك. لقد جاءوا إلى هنا من 16 دولة وقادوا مسافات طويلة ليكونوا هنا. حوالي 900 كيلومتر. قدنا 1250 كيلومتر. قدت حوالي 1400 كيلومتر. حوالي 3000 كيلومتر. المحطة الأولى هي للتسجيل، وكل من أراد الاشتراك في المسابقة التي تمنح الجوائز لأفضل شكل سيارة وأفضل محرك سيارة عليه أن يتوقف هنا أولاً. بعدها أخذ الكل وقته لاكتشاف المنطقة المحيطة به، وسرعان ما يتعرف بعضهم إلى بعض ويبدأون بالتحدث مع الأصدقاء الجدد والقدامى حول المسابقة التي تقام في عطلة نهاية الأسبوع هذه سمارت. إنه لقاء دولي، أتى كل عشاق هذه السيارات وكل الأعضاء من بلدهم الأم بسيارات سمارت المخصصة. كل سيارة تختلف عن الأخرى، ومن المذهل رؤية مدى اعتنائهم بها، ونحن اليوم فخورون بسياراتنا. ساشا جيرستماير فخور بسيارته، لقد قام بتلحين سيارتي سمارت فمزج ثلاثة محاور للعجلات ومقطورة. لقد بنيت هياكل للسيارات بمهنية عالية، وأقوم بأعمال جانبية أحبها. لقد فكرت ماليا بما أريد بناءه، وقررت أخيرا بناء نموذج بيك أب من سيارة سمارت كحل بسيط نسبيا. ثم أمضيت وقت فراغي على مدى السنوات الأربع التالية أقوم بالاختبارات في هذا المشروع. ثم مشهد مدهش، وهو سيارة سمارت هذه المرفقة بنقطة سحب وبكارافان من اللون نفسه. سيارة سمارت تشبه سيارة الإسعافات الأولية. هل هذه وسيلة جدية لتقديم المساعدة في الأحداث الكبيرة؟ هذه ليست مزحة، السيارة مستخدمة لتوفير الإسعافات الأولية. سهولة القيادة هي ميزة السيارة، كما أنها صغيرة ويمكن استخدامها عند وقوع أي حادث، لا سيما إن كانت المسافة طويلة. يتألف طاقمها عموماً من طبيب ومساعد. بواسطة الصندوق الذي تم تعديله يستطيعون الاعتناء بالمرضى في الموقع المحدد. هكذا يمكنهما تقييم حالة المريض، وإن كانت سيارة الإسعاف ضرورية يمكنهما الاستفادة من الوقت قبل مجيء سيارة الإسعاف. كما أن برنامج دعم سمارت تايمز 10 يمكنه تسليط الضوء على أمور مذهلة. ريكاردو دومينغوز من البرتغال يدهش الجميع بسيارته سمارت المخصصة والمجهزة بمحرك هايابوسا للدراجات النارية، والتي تصل سرعتها إلى 230 حصاناً. عند الساعة 11 من صباح يوم السبت يجتمع الكل مجدداً، بينما يتم التحضير لعرض أوقات سمارت 2010 الذي يشترك فيه 600 مشترك. ما زال هذا العرض يحتفظ بمكانته في كتاب جينيس للأرقام القياسية كأطول عرض سيارات في العالم. بعد 5 سنوات من لقائهم في النمسا، يخطط مجتمع سمارت للقاء المقبل وللاجتماع أيضاً في بلد مختلف خلال السنوات العشر المقبلة. في عام 2011 كان منتجع البحر الأدرياتيكي في ريتشوني موقع الحدث.
سيارة XC90 هي أروع ما قدمته شركة فولفو. إنها متداولة لدى السائقين لأنها تمنحهم نظرة مختلفة فيما يتعلق بزحمة السير، كما أنها تقدم مساحة إضافية للركاب والحمولة، في حين يستخدم عدد قليل من الناس هذه السيارة كسيارة دفع رباعي، إلا أنها متوافرة في أوروبا كسيارة بدفع كلي. لكن هذا الأمر سيتغير حتماً في السنة التالية حين يتم إطلاق سيارة أصغر بمحرك ديزل وبدفع أمامي. سيارات XC90 لم تكن سيارة دفع رباعي للطرق الوعرة، بما أنها مستخدمة أساساً لتتم قيادتها في شوارع المدن، يمكن لشركة فولفو أن تقدم سيارة الدفع الرباعي بالدفع على العجلات الأمامية مع المحافظة على متعة القيادة. من الخارج تبدو سيارة XC90 D3 قوية جداً وثابتة، تبلغ قوة محرك الديزل الصغير 163 حصاناً وتشتمل على 5 أسطوانات. تقول شركة فولفو إنها تستهلك 8.5 لترات لكل 100 كيلومتر، ويوفر المشترون في ألمانيا حوالي 5000 يورو في حال اختاروا القيادة من دون الدفع الكلي. إن فكرة قيادة سيارة XC90 بالدفع على العجلات الأمامية ليست غريبة، فشركة فولفو تحاول إعادة إحياء هذا المفهوم. سيارة XC90 كانت متوفرة في أمريكا في وقت مبكر وبيع الكثير منها، إلا أن شركة فولفو قررت إطلاق نموذج الدفع الكلي منها فقط في أوروبا، واستجابة لمطالب العملاء حول سيارات صديقة للبيئة ومقتصدة في استهلاك الوقود، فإنهم قرروا إطلاق نموذج السيارات بالدفع الكلي في أوروبا وأملوا اجتذاب المزيد من العملاء. تصل السرعة القصوى لسيارة XC90 بالدفع الأمامي مرفقة بناقل حركة أوتوماتيكي إلى 190 كيلومترا في الساعة، وتنطلق من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 11.8 ثانية. في الشارع بالكاد يلاحظ الفرق في نموذج الدفع الكلي، ويعزى السبب في ذلك إلى أن مجمل القوة في سيارة الدفع الكلي يتم تحويلها إلى العجلات الأمامية. وقدمت شركة فولفو أيضاً محركات جديدة لسيارة XC60 وأصبحت النموذج الأكثر شهرة، وقد تم إطلاق محرك بنزين بسعة لترين وكان أكثر صداءة للبيئة على عكس سيارة XC90 التي خضعت لتحسين في هيكلها في السنة التالية، فإن سيارة XC60 عرضت لغة التصميم الجديدة لشركة فولفو، فالأضواء الخلفية على سبيل المثال تناسب الخطوط الديناميكية للسيارة. في نموذج R Design تبرز السيارة هيكلاً رياضياً وأكثر صلابة، بالإضافة إلى معالجة متطورة. في داخل السيارة تبرز المقاعد الجلدية وعجلة القيادة الجلدية أيضاً. في تصميم R Design أيضاً تتلون أجهزة القياس باللون الأزرق اللافت للنظر. تتم قيادة المحرك الجديد الذي يعمل بالبنزين بالدفع الأمامي، يتميز بجهاز لنقل الحركة بقابض مزدوج بواسطة نظام التوربو الجديد وتقنية الحقن المباشر. يصدر المحرك بأربع أسطوانات قوة 203 أحصنة. مسألتان يؤخذان بعين الاعتبار عند تطوير المحركات: عرض الأداء الذي يطلبه العملاء والحفاظ على البيئة، وذلك باستهلاك كمية قليلة من الوقود وتقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. المحرك الجديد يقوم بالأمرين معا، فحجمه أصغر وقدرته أضعف وعدد أسطواناته قليل، ويعمل كأنه محرك كبير. لمحرك البنزين الصغير قوة ساحبة، يمكن لسيارة XC60 2.0 T أن تنطلق من سرعة 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 8.9 ثواني. يمكن أن تصل سرعة القصوى إلى 205 كيلومترات في الساعة. يقال إن له فعالية وقود متوسطة تبلغ 8.5 لترات لكل كيلومتر، وهذه النسبة أقل بلتر 1.5 من نسبة الفولفو السابقة. ولا يكتفي محرك البنزين بتشغيل سيارة الدفع الرباعي الصغيرة XC60، بل هو أيضاً متوفر في سيارتي ستيشن واجن وسيدان S80.
لن تختفي سيارات الدفع الرباعي من شوارع المدينة لأنها مريحة بالفعل وعملية للعائلات، ولكن باستطاعة المحركات العصرية على الأقل المساعدة على الحد من استهلاك الوقود والانبعاثات أيضاً. لقد طورت شركة أوبل توليد قوة الديزل في سيارة ميريفا. تنتج المحركات الأربعة الجديدة قوة تتراوح بين 95 و130 حصاناً. إن محرك 1.3 CDTI إيكو 3 CDTI إيكو فليكس وهو اقتصادي أكثر، يمكن أن تصل سرعته إلى 100 كيلومتر يستهلك فيها 4 لترات ونصف اللتر. تبدأ كلفتها في ألمانيا بسعر 16,000 يورو. يتم التخطيط لإطلاق نموذج LPG من سيارة ميريفا عام 2011. تم إطلاق سيارة سوزوكي كيزاشي التي يبلغ طولها 4 أمتار و65 سنتيمترا في ألمانيا في خريف العام 2010 مع نوعين من علبة سرعات ومحركات. هنالك السيارة اليدوية التي تتألف من 6 أجهزة تروس، محرك بالدفع الأمامي بالإضافة إلى محرك بالدفع الرباعي الأوتوماتيكي، كما يتغير ناقل الحركة بشكل دائم. السيارتان رياضيتان تبلغ كلفتهما 27,000 يورو.